أمر آخر إخواني في الله ينبغي أن يتنبه له وأن يتنبه له طالب العلم الذي يريد أن يرتحل، أن طالب العلم قبل أن يرتحل من مكان إقامته فإنه يأخذ علم أهل منطقته. فقبيح بطالب العلم أن يرتحل من مكان إقامته طلبا للعلم قبل أن يأخذ العلم في مكان إقامته. فهكذا كان سير العلماء، فأولا يأخذون العلم عند أهل بلدهم وكانوا يستنزفونهم بسبب شدة حرصهم وإقبالهم على العلم، فيأخذون ما عندهم من العلم ثم تراهم ينتقلوا إلى بلد أخرى باحثين فيه عن العلم. فماذا نقول نحن في هذا الزمان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كنا نرى أن درسا يبعد عنا كيلوات من الأمطار أنه بعيد ولا نصل إليه، وخصوصا في زمن توفر الركوبة وتوفر وسائل المواصلات الميسرة والميسرة. فإذا إخواني في الله، من هذا الكلام ينبغي أن يكون حافزا لكل واحد منا أن يحرص على أن يتنقل باحثا عن حلق العلم ويجذب الركب بين يدي أهل العلم حتى يتفقه في دين الله. وفقط من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن ليس فيه خير فإنه سوف يصرف عن العلم، سوف يصرف. فنسأل الله أن نوفق نحن وإياكم إلى العلم النافع والعمل